السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة قصبينة فركن كروشي. اليوم جبت لكم هذا المخدة تاع العرايس، نوريكم اليوم كيفاش تخدموها. بسم الله نبداو. بسم الله، دائما ديروا حلقة من 8 غرزات، 3 4 5 6 7 8. نربطوا الحلقة هكذا، نبدأ لكم اليوم في خدمة هذه الزهرة. نبدأ بالغرزة المشدودة، ديروا 10، واحدة زوج 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد نحكموها هنايا، حكموها هنايا، نديرو عمود تكون من 3 غرزات، بعد نديرو غرزة عمود واحد اخر، ديروا 5 اعمدة، بعد نديروا 4 غرزات، 3 4، ديروا 5 اعمدة، واحدة زوج 3 4، ونزيدوا العمود الثالث، 1 2 3 4، زيدوا الرابع. هاد الزهرات مداوها بخمسة، ثلاثة أربعة، زيد واحد، واحدة زوج ثلاثة أربعة، نربطوها هنا، من بعد نديرو الأوراق كما تعودنا عليهم، نعمرو قاع هاد الحلقات باش نتحصلو على قلب الزهرة. نبداوها ب6 ورقات، ومن بعد نزيدولها 7، وما نرجعوا على 8 دائما هنا باش نحافظوا على شكل الورقه هكذا. دائما نبقاو نزيدوا حتى نحصلوا على 8 ورقات. وهاد المخايد تديهم العروسه معاها، تحضري يوسوهم في الحضره تاعها، تزين بيهم القاعدة تاعها في الحضرة في يوم العرس تاعها، إن شاء الله ربي يدوم الفرح هكذا بدون حساب. ما تحسبيش هنا، هنا ما نحسبوش، قيس ما نعمرو الفارغ، نشكلو ورقة خلاص هكذا. هاد المخدة ننصحك تخدميها بالخيط خشين رقم 16 باش تجيك شابة واضحة، خيط خير من الخيط الرقيق، الخيط الرقيق ما يجيش فيها شباب هكذا هكذا. عمريهم كامل في 6 حلقات، بعد نديرو 7 حلقات، بعد نديرو 8. نذكر أختي المشاهدة بحاجة، لازم دايما تشوف الكروشي اللي يساعدها والرقم اللي تقدر تخدم به والكروشي اللي يساعدها. أنا ما قدرش نمد رقم أي رقم تاع كروشي لأنه ممكن يساعدها ممكن ما يساعدهاش، يعني يساعدني ما يساعدهاش، يعني هنا في الخدمة هكذا. أنا عمرنا كامل الحلقات في 6، هكذا
دائما حكم الغرزة الأخيرة في قلب العمود اللي كان واقف، باش تحصل على شكل الورقة الزهرة تبقى واقفة، طيح لك شو من بعد ما تخسرش. بعد نجو منا حكموها هنا منا من الخلف، بعد نحسبو خمسة زوج ثلاثة أربعة خمسة، زيدو نحكمو هنا في الحلقة اللي كنا درناها باش نحصلو على سبع حلقات، هكذا أربعة خمسة. ودائما سيدتي المشاهدة دائما غيري المكان، ما تبقاش مكان واحد باش تحصلي على سبع حلقات. بداي من الطرف ومن بعد تروحي للوسط ومن بعد تجي في الجانب في الطرف التالي اللي بديتي منه، هكذا ثلاثة أربعة خمسة. واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة، ونحكمو هنا، حكمو هنا، نعاودو نعمروها هكذا كيما عمرنا المرة الأولى. الحلقات هذوك اللي عاودنا درناهم في سبعة هكذا. هكذا نبداو بغرزة صغيرة وما نطلعو وما كذلك الحال كي نوصلو للوسط نعاودو نخبطو باش نشكلو هذا نصف دائرة هكذا. تحصلوا عليها هكذا حلقات هكذا منها من الخلف هكذا. حتى تحصلوا على هذه الزهرة الأولى الثانية وأنا في الثالثة دوك نوري لك كيف تلصقيها. عقدوا الخيط هذا المخدة في الوسط تتكون من 16 زهرة، لازم تخدمي 16 زهرة وكل زهرة تبقطيها في اختها، تخدميهم مش تخليهم بتخيطيهم، لا لا كل زهرة خيطيها في اختها. انا عندي هادو واجدين اني وجدتهم مقبل، دوك نوريكم كيف تبقطوا فيهم. تحكموا زوج ورقات، عندك 8 ورقات تحكمي دائما بالزوج، تعاودي ديريها في قلب اختها باش ما تخليش الفراغ هكذا، وتمشي كذلك الحال تعمري هذه الحلقه هكذا حتى تكوني مربع، مربع من الأزهار كما هذا المربع داك تشوفي فيه. هكذا بدون حساب في كل حلقة ما تحسبيش، تقوليش في واحدة فيها زيادة وفيها نقصان، كاع في جو كاع يتسكمو كيف كيف هكذا. مهم تحصل على 8 حلقات 8 ورقات هكذا. هكذا نوريكم كيف تلصقوهم لي جوغ. تحكمي هكذا لي جوغ، لي جوغ العاديين اللي تعودنا نخدموهم دائما، والفنا في كل حصه نخدمو لي جوغ، هما ساهلين نديرهم في كل حاجه،
نسقوهم هكذا، تتكملي الزهرة هكذا. نوريك دوكا كيف تبقطيها في لي جوغ، لي جوغ اللي تعودنا عليهم دائما نديرهم في ليزور، نديرهم في تلايق، نديرهم في اي هكذا كيما حكمناه في الزهرة. تحسبي تجي من الطرف تحكمي هكذا من الطرف هكذا. الا حبيتي تخيطي انا نعطيك اقتراحات، هي بقطيهم خير، ولا حبيتي تخيطيهم خيطيهم، اللي حاب تخيط خيط بالبرة والخيط، واللي حبيت تتبقط هكذا نوري لك شويه كيف تبقطيهم هكذا. كونوا تحصلنا على هذا المربع تاع الازهار متكون من 16 زهره، ونكونوا خدمنا له لي جوغ تاعو في اربع مربعات هكذا، على اربع مربعات، ونلصقوا الازهار ومن بعد نتحولوا لهذه الابراج. هنا نكونوا خدمنا هذو لي جوغ اللي قلت لكم تعودنا عليهم دائما نخدموهم في التلايق، في ليزور، في لي كوفغولي، في اي حاجه نخدموا هذو لي جوغ، هما ساهلين وخدمناهم شحال من حصه. درك انا عندي هنايا في هذا البرج مش كيما عودتكم دائما في اسلوب تلايق، دائما نبدا من تحت ولا نخدم من لاغ. هنا لا لا، هنا نخدم لي جوغ كاملين حساب. عندي 12 وحده، 12 غرزه، هنا نحكم في الوسط نخدمه ونكملو فينيه باش نبدا نخدم. نحسبه 1 2 3 4 نحكموا الوسط هنا، نبداو هنا في الوسط، ديروا غرزة، وبعدين ديروا 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونجول لهنا، ومن بعد خدموها هنا هكا. نديروا غرزة مشدودة، زوج غرزات هكذا، بعد نديرو غرزة، بعد نديرو هنا 20 غرزة، 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20. بعد نحكموها هنا في الطرف، هنا نحكموها هكذا، ديرو زوج غرزات، بعد نخدمو وحدة في قلب وحدة عادي هكذا. نخدمو زوج غرزات، نديرو غرزة، هكذا زوج أعمدة وغرزة بيناتهم، زوج أعمدة وغرزة بيناتهم، حتى نكبلوها كاملة هكذا. هكذا نروحو معاها دائما زوج أعمدة بغرزة. عندي وحدة واجدة حتى نتحصلو هكذا على هذا الشكل. دائما نبقاو نخدمو وحدة فوق وحدة، وحدة فوق وحدة، حتى نتحصلو على هذا نصف الدائرة. هكذا نربطوها
بسيطة، ديرو زوج غرسات، ديرو هنايا عمود، سيدو واحد آخر، زوج غرزات هكذا، زوج غرزات ونزيدو عمود، دائما نبقاو حتى للنهاية، نبقاو نخدمو هكذا، هكذا، زوج غرزات عمود. انا هاد المخده شكل تاع على شكل قلب، كاين اللي تحب ديرها مربع، اللي تحب ديرها دائري، كل وحده كيف تحب ديرها، كاين اللي ديرها شكل دمعه، انا اخترتها شكل قلب، وانتيا كل وحده كيف تختار. هنا في الوسط نزيدو زوج اعمده في قلب الزوج الاولين باش نديرو كي شغل وسط الدائره، بعدين نزيدو زوج غرزات ونكملو على نفس الطريقة. هكذا حتى نكملو كاع العمل تاعنا، نكملو كاع هذا النص تاع الدائرة هادية، هكذا هكذا دائما نكررو نفس العملية، نمشيو بزوج أعمدة وزوج غرزات تاع سلسلة، نديرو سنيسلة هكذايا هكذا حتى لنهاية العمل، هكذا كملوا الخدمة تاعنا، إن شاء الله توفقوا في الخدمة، إن شاء الله يعجبكم الموديل وتخدموه، وبناتنا اللي رايحين عرايس ربي يدوم لهم الفرح ديالهم، هكذا حتى لهنا، ونبقى دائما بنفس الطريقة، منا دائما ندير الغرزة المشدودة، هكذا. حتى نوصلوا لهنا، حتى نكونوا كملنا كاع نص دائره، كملنا نص دائره هنايا، هنا تبقى لنا الطريق الاخيره، العامل الاخير، وتنجمي تكبري القلب كيما تنجمي تصغريه، انا ما نعطيكش حسابات محدده، لا خطرش الحسابات، انتي تحكمي في الموديل اللي حبيتيه، تحبيه كبير تحبيه صغير. هكذا بعد ما كنت درت غرزة مشدودة كنديرو تلت غرزات، نحكمو هنايا واحدة، ومن بعد نديرو عشر غرزات، ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بعد نعودو نديرو غرزة الأعمدة صغيرة، هكذا نعاودو نخدمو عشر غرزات في المكان اللي درنا فيه عشر غرزات تاع سلسلة، نديرو عشر غرزات تاع أعمدة، هكذا شوية واعرة هادية باش تدخلي الغرزة في قلب الخيط الأولاني، وتكوني تحسبي ما تضيعي حتى خيط. كل الأعمال حسابات، هكذا هكذا حتى نكملو كاع العمل تاعنا، هكذا نحكموها هنايا ونزيدو واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وتزيدي دايما غرزة الحداش ما تحسبيهاش مع العشرة، الحداش باه تعاودي تقدري تخدمي هكذا هكذا. نتمنى من ربي إن شاء الله نكون وصلتلكم المعلومة صحيحة، وتقدروا تخدموا هذا النموذج، هذا المخدة هادية هكذا، تخدمي لازم تخرجي عشرة، كيما خدمتي عشر غرزات تاع السلسلة تخرجي عشرة لبغيد.
15 لما خرجت يوم شفي 10 تجيك هابطة، تجيك ناقصة على أختها. هادو هما اللي شكلوا الدائرة. هكذا هادي تشد لك شوية وقت في الخدمة، تشد لك شوية وقت، لازم لك الصبر، إن شاء الله توفقي وتنجحي في العمل تاعك. هكذا نكون ربطناها دركايا، نديرو 5 غرزات، 1 2 3 4 5، ونحكمو هادو الاخرين اللي خدمناهم. واه نحكموهم هنايا في الغرزة هذيك اللي زدناها، هكذا نديرو 2 غرزة مشدودة، بعد نزيدو 1 2 3 4 5 هكذا. هكذا نكونو نهينا العمل تاعنا وتحصلنا على هذا الشكل القلب، وانا زينته بالحاشية وبهذا العقاش، ونتمنى ان شاء الله نال اعجابكم، ونتلاقاو في الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.